اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه تابعنا كلنا امبارح المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظه من ضمنهم طبعا محافظه القاهره، وشفنا الحقيقه كان يعني حاجه جميله، مشهد راقي ورائع، والناس فعلا نزلت انتخبت، بس السيدات كانت بتتصدر المشهد كالعاده الحقيقه. انت رحت انتخبت ولا لا؟ اه طبعا. طب كويس، انا كمان رحت انتخبت. الحقيقه انه حديث الانتخابات الان هو المسيطر، سواء الانتخابات الأمريكية برا أو الانتخابات النيابية في مصر. بالنسبة للانتخابات المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة انتهت بالأمس، طبعا كانت يوم 7 و8 نوفمبر، وشهدت لجان الانتخابات غلق كافة اللجان الانتخابية لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج المبدئية باللجان العامة للمحافظات المختلفة، تمهيدا لإعلانها رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات يوم 15 نوفمبر. صحيح. الحقيقة يعني مشي عرس ديمقراطي جميل جدا الحقيقه، وما كانش فيه شكاوى الحقيقه حصلت خلال العمليه الانتخابيه، لكن الحقيقه كان في بعض الاستفسارات زي ما سمعنا من سياده المستشار لاشين ابراهيم، قال انه كان في بعض الاستفسارات اللي كانت بتوصل لهم، لكن ما كانش فيه شكاوى. خلينا نطلع مع بعض لهذا التقرير ونتابع اكثر سير العمليه الانتخابيه في المرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب. انتهت عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في مرحلتها الثانية التي جرت في 13 محافظة واستمرت على مدار يومين. أغلقت الصناديق وبدأت عملية فرز الأصوات لتفصح عن إرادة الناخبين في اختيار مرشحيهم عبر الأوراق التي امتلأت بها هذه الصناديق خلال يومي الانتخاب، مرحلة تعلن نتائجها النهائية في موعد أقصى 14 نوفمبر الجاري. ولأنها تعبير عن إرادة شعبية حرة في اختيار النواب تحت قبة البرلمان يعبرون عن قضايا المواطنين ويجتهدون لتحقيق أحلامهم، كان الإقبال كبيرا على المقار الانتخابية، إقبال لم يتخلف عنه السيدات ولا الرجال، والتزم به الجميع الشباب والكبار. احنا بنيجي ننتخب أعضاء مجلس الشعب يكونوا على قدر المسؤولية، أعضاء يكونوا نشطين، يقدروا يتكلموا، يقدروا يحطوا إيدهم في إيد الرئيس عشان نقدر نكمل المسيرة اللي إحنا بدأنا. البلد دي لازم تتقدم، ومش هتتقدم البلد دي إلا بالناس الموجودة دي، وكل واحد يدي صوته. نختار الشخص اللي هو يخدم المواطنين ويخدم الدائرة بتاعته. شايفة ما شاء الله السيدات عندهم حماس وإقبال، ودي ده شيء مشرف يعني كعادتنا يعني. هو أمان للوطن يعني، إنه إحنا بنختار المناسب للبلد يعني. تزامن الانتخابات مع مشكلة فيروس كورونا استوجب تطبيق إجراءات احترازية مشددة تمثلت في ارتداء الكمامات وتعقيم المقار الانتخابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وقامت قوات الجيش والشرطة بدورهما المعهود في حفظ الأمن داخل اللجان وتأمين عملية الاقتراع. مش بيدخل من غير كمامه، لازم بيقيس درجه الحراره، حتى لو خارج تجيب حاجه وداخل طبعا لازم تقيس درجه حراره تاني من الاول. كل الاجهزه متعاونه على ان تطلع انتخابات نزيهه ونظيفه، وربنا يوفقهم جميعا يا رب. المرحله الثانيه من الانتخابات التي جرت في القاهره القليوبيه، الدقهليه، المنوفيه، الغربيه، كفر الشيخ، الشرقيه، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء، تنافس فيها 284 مرشحا أساسيا بنظام القائمة و 2085 مرشحا فرديا، وأجريت تحت إشراف قضائي كامل في ظل متابعة من قبل المنظمات المحلية والدولية وتغطية إعلامية واسعة. They are all okay. People are so lovely. كان انطباعه بما رأوه كان جيدا، فكان هناك التزام وتعاون بين القائمين على اللجان الانتخابية والناخبين. أيضا كانت هناك إيضاح لكافة المعلومات التي كان يطلبها. وعبر الانتخابات البرلمانية التي أجريت على مرحلتين يستكمل مجلس النواب قوامه ليصل عدد أعضائه إلى 596، من بينهم 28 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية. انتخابات غلبت عليها روح البهجة والحماسة، ميزتها ألوان أعلام مصر البراقة التي كست اللجان لتؤكد أنها ليست مجرد استكمال لأركان دولة ومؤسستها، ولكنها دعم شعب لوطنه وحلم بتحقيق مستقبل أفضل. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.
اقدرش اقول لك انها خطا، بس يعني طيب. الحديث ما زال متواصل عن الانتخابات المصريه، وبينضم الينا الان عبر سكايب الاستاذ الدكتور محمد البهواشي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس. اهلا بيك دكتور محمد، صباح الخير. وازاي تابعت الانتخابات في مرحلتها الثانيه والاخيره؟ يعني تقريبا خلاص مجلس النواب الان كاد يكتمل. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مصر. صباح. طبعا احنا شاهدنا امبارح الجوله الاولى من المرحله الثانيه لانتخابات مجلس النواب. طبعا اتسمت يعني الانتخابات كلها بصفه عامه اتسمت بالشفافيه والحياديه، وان الدوله واقفه على خط واحد من كل المرشحين. شاهدنا فيها الاقبال الشعبي واللي يتمثل في الشباب ومتمثل بشكل كبير في المراه زي ما التقرير قال. فكل دوت كل ده حشد شعبي اللي هدفه الاسمى او هدفه غايته تشكيل الغرفه الثانيه للتشريع. احنا ابتديناها بالغرفه الاولى من خلال مجلس الشيوخ والذي تم وانعقد بالفعل، والغرفة الثانية هي غرفة التشريع المجلس المتمثلة في مجلس النواب اللي تمينا المرحلة الأولى، تمت منها الجولة الأولى وفي انتظار جولة الإعادة، والمرحلة الثانية كانت امبارح. ويعني أنا كان في محافظتي مثلا كان عندنا انتخابات الحمد لله كانت يعني اتسمت بالشفافية والنزاهة، والحمد لله الفرز انتهى بأمور ماشية بشكل مرضي للجميع والأمور على خير. قولنا يا دكتور كمان عن جولة الإعادة للمرحلتين الأولى والثانية، وكمان قولنا متى سيتم إعلان النتيجة النهائية ومن هو الجهة المنوط بها، لأنه امبارح يمكن كان في فرز الأعداد وكده، الناس كتيرة كانت منتظرة أنه تعرف مين كسب ومين خسر، لكن الحقيقة يعني من هي الجهة المنوط بها إعلان هذه النتيجة النهائية؟ هي دلوقتي لحضرتك الفرز بيتم داخل كل لجنة فرعية، وبتظهر كل لجنة بتظهر نتيجتها بشكل مستقل، وبيطلع بيها بيان رسمي معتمد من المستشار او القاضي اللي موجود في اللجنه. ده بيستلمه مندوبين عن المرشحين داخل كل لجنه فرعيه، وبيتصاعد بيتم تصعيد كل لجنه فرعيه للجنه الرئيسيه اللي هي في المحافظه نفسها، وبيتم التجميع والاعلان المبدئي من خلال رئيس اللجنه. ده زي ما شاهدنا كده مثلا في محافظتي الاعلان المبدئي من قبل رئيس اللجنه العامه، وبيتصاعد بيتم تصعيد هذه النتائج للجنه الرئيسيه في القاهره اللي هي دي المنوط بها الاعلان النتيجه، واللي طبعا المحدد ليها اعلان النتيجه في يوم 15 الشهر الحالي كنتيجه مبدئيه للجوله الاولى من المرحله الثانيه. دكتور محمد، شايف تشكيله مجلس النواب الان بعد ما كاد يكتمل زي ما قلنا شكله عامل ازاي؟ يعني هنشوف مجلس النواب من اي طراز، خاصه وانه امامه مهام ثقيله؟ هو مجلس النواب الحالي يعني في صياغته هو خلاص يعني النائب الخدمات تقريبا احنا بتتلاشى. هو النهارده المطلوب من النائب الحالي القادم ان شاء الله هيكون نائب تشريع، ياخذ وضعه ووضع التشريع. الدوله النهارده بشكل اقتصادي او بشكل تنموي قامت بخطوات تنمويه من خلال برامج اصلاح هيكليه وبرامج اصلاح اقتصادي وبرامج اصلاح في البنيه التشريعيه والبنيه التحتيه، كل ما قامت به هذه الدوله لعمليه لرفع يعني الهدف السامي اللي احنا بنقول عليه رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال خدمات، من خلال توفير فرصه عمل. فده كله بيتم من خلال جذب استثمارات، تشغيل المستثمر المصري في وطنه، توطين الصناعات المحليه، زياده الناتج المحلي، زياده الصادرات والاستغناء عن المستورد. دي كل حاجات اصلا امعت عليها الدوله من خلال القياده السياسيه اللي كانت في وثبات ليها في هذا الاتجاه. صحيح. المجلس الحالي عليه سيقع على عاتقه ان يكون عنده المرونه ان يواكب هذه الوثبات. النهارده احنا زي ما بنقول احنا عملنا اصلاح في البنيه التحتيه، فيلزمه او لازم يكون يواكبه اصلاح، مش اصلاح يعني في مرونه في اتخاذ القرارات. المجلس الحالي يكون عنده الرؤيه ويكون هو واضع التشريع، وليس يعني دايما احنا كنا بنشهد ان الحكومه هي يعني بتخرج بمشروع القانون والمجلس بيقوم بمناقشته. اتضحت الرؤية. دكتور محمد البهواشي استاذ العلوم السياسيه جامعه السويس، شكرا جزيلا ليك، وطبعا هننتظر النتيجه وهيتم اعلانها من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات في موعد اقصاه 15 نوفمبر لعام 2020.